الأخرى الشغل الكهرباء دي بنلبس أي كابلات واصل على الكمبيوتر. يعني إيه كابلات واصل للكمبيوتر؟ يعني أي شكل ورق الكمبيوتر، الكمبيوتر بالنسبة لنا إيه هو؟ يعني إيه اللي الكنترولر بقدر أقول عليها اسمها كمبيوتر؟ إيه الحاجة اللي أقول عليها كمبيوتر؟ الهارد، الحاجة اللي ماسكها كويس أقول عليها كمبيوتر، إيه هي؟ لا اللي بتعوموها مش خدتوها؟ ايه هو الكمبيوتر؟ السي بي يو، السي بي يو دي بصي انا مش فاهمها تمام؟ السي بي يو دي الدايره الالكترونيه هو المصدر كله، لكن الكمبيوتر هو المصدر. الكابل بتاع ايه؟ الشاشة. كابل الشاشة له ثلاث أنواع.
تمام. دي بقى بتتكتب الداتا انا مش ديجيتال، يعني دي ديجيتال. انما الثانيه دي انا، فكان بيستخدم معاها الاول كان بيلبس ظهر في الشاشه هو الفي جي. تمام. ده بقى اللي هو مميزات اللي انت بتقول عليه، هو بيستخدم في الشاشات القديمه اللي هي انا اللي هي كاسكيت ونص سرعته قليله. طيب بيتكون من 15 بيت، 15 بيت يعني 15 ريجل، وباقي كمان 15 ريجل متقسمين ثلاث صفوف، كل صف خمس بيت، كل خمسه من دول مسؤولين عن لون معين. عن الوحده اول صف عن الريد، ثاني صف عن الجرين، ثالث صف عن الريد والجرين والجرين. الثلاث الوان دول هم الثلاث الوان الرئيسيه اللي ممكن يتكون منها اي لون تاني. اي لون تاني، اي لون تاني بيبقى نتيجه خلط ثلاث الوان الاساسيه بنسب مختلفه. ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض الداتا بياخدها من الهارد، يبدا يشوف الداتا دي لونها ايه على البينز دي، تبدا تتوزع على الشاشه على 8 بيكسلز، تظهر فجاه عندك على الشاشه بعد ما تتكون. كل ده بيحصل بسرعه جدا، بسرعه جدا. لو الشاشه بتاعتك الريزوليوشن بتاعها بطيء او الريزوليوشن بتاعها صغير، ساعتها انت هتشوف كانك الصوره بتتكون قدامك. نقط كده. فاهمين؟ اما لو الريزوليوشن بتاعها عالي وبتلاقي سرعتها عاليه جدا، فبتلاقي ان هي الموضوع ده انت كانك مجرده ما بتلاحظوش. ده بقى كان بيستخدم في الحاجات القديمه. بالتالي ما كانش في زمان ان انت ممكن تتكلم مايك او ان انت ممكن تشغل فيديو. يعني زمان الشاشات القديمه قوي ما كانش ان انت تقدر لو انت عندك التابلت في جي اي ان انت تشغل فيديو، لان هو بالنسبه له كل حاجه بيكتشرز. هو الفيديو عباره عن ايه؟ عباره عن بيكتشرز بس بسرعات عاليه قوي، يعني الصوره بتتغير بسرعه فانت ما بتحسش ان الصوره اتغيرت، بتحس ان هو فيديو حاجه كبيره مع بعضها، مش الصوره قلبت وحصل ان في صوره ثانيه جت زي بسرعه بقى، لا هو الكتاب ده ما يقدرش ان هو يوصل بسرعه دي. فده كان موجود في الحاجه الاسهل. لحد ما صارت الشاشات الكتيره بقى في نوع ثاني اسمه دي بي ار، ديجيتال فيجوال انترفيس. ده بص هو بقى احسن من البي جي اي، ده التطور بتاعه اللي هو يقدر يستخدم الشاشات القديمه وفي نفس الوقت يستخدم الشاشات الجديده، بس سرعته اعلى من البي جي اي. تمام؟ يعني يقدر يشغل فيديو، ده يقدر يشغل فيديو. طيب اخر واحد بقى الاتش دي ام ار، ده الترانسفورميشن بقى، ده اللي موجود دلوقتي في الشاشات الكبيره اللي بيبقى موجود في شاشه التلفزيون السوني مثلا، لو حد معانا في شاشه التلفزيون ووصلها باللاب وشغل حاجه، هتلاقي السلك اليو اس بي واصل بالريسيفر او بالشاشه من عندك. هو ده اللي موجود في الشاشه، ده اللي اخترعوه دلوقتي، ده اخر حاجه موجوده دلوقتي. تمام؟ ده طبعا اوديو فيديو ايمج وريزوليوشن عاليه، سرعه عاليه جدا، كل حاجه كلها ميزتها. فاحنا كده خلصنا التطور بتاع ايه؟ السلك الخاص بالشاشه. خش بقى على اليو اس بي. اليو اس بي او اي حاجه اكسترنال بره الفيزا والشاشه خلاص بقت يو اس بي بالنسبه للكمبيوتر. فبدانا اشتري اليو اس بي كلها. مش كلها بس هو اللي قدامنا. هما ثلاث انواع. مايكرو يو اس بي، ميني يو اس بي، ستاندرد يو اس بي. ستاندرد هو الشكل اللي قدامك على اليمين ده. هو الستاندرد اللي انت عارفه، الفلاش العاديه بتاعتك، لان الانترفيس اللي بيبقى موجود في الكمبيوتر اصلا. الفلاش الثانيه بتاعتك بتبقى زيها بس انت بتقلبها بس وتدخلها. صح؟ هو ده اليو اس بي ستار. طب المايكرو والميني ده الطرف الثاني اللي انت بتوصله للكمبيوتر. يعني انت ايه مثلا الموبايل عايز توصله للكمبيوتر، يبقى الانترفيس بتاعك الموبايل، صح؟ الثاني هو مين؟ الكمبيوتر. الثاني الكمبيوتر ستار. اما الطرف الثاني يختلف على حسب انت عايز توصل ايه للكمبيوتر. يعني اول واحده دي تلاقيها في الموبايل او كاميرا ديجيتال، وتاني واحدة موبايل بس الصيني شوية، تلاقي حاجة ما تعرفش تفهمش ليه. تالت واحدة دي ممكن تشوفها فين؟ في البرنتر، البرنتر أو السكانر، تمام. طب رابع واحدة دي حد يقدر يقول لي تشوفها فين؟ رابع واحدة دي صعب جدا بجد. هي مش هي لو خمس واحدة ومقفول بقى، لا عشان حد بس ايه؟ لما تضحك عادي. رابع واحدة دي لما تكون
انت مثلا عايزه الفلوس تفضل شويه، ما اعرفش عايزاها ليه، انت عايزه الفلوس بتاعتي تفضل شويه ماشي، مش عايزاها ان هي تبقى حاجه صغيره، عندك حاجه ثابته هنا وعايزه فلوس ثابته، ولا عايز حاجه كبيره ولا عايز حاجه ثابته، تعملي ايه؟ اليو اس بي بالظبط كده. فانت لما تكون جايبه عندك يو اس بي وعايزه تطوليها شويه يبقى لها حاجه عكسها تدخل بيها تطور السلك تدخل تاني في التاني كوصفه تاني، بس مش كده، مش جايبه وصفتين من نفس الشكل، يعني انت لو جايباهم من نفس الشكل مش هيبقى داخلين في بعض بالظبط، بحيث ان واحده تدخل في التانيه. هو ده بيسموها البيت الهيد والميل والتيبل الفيميل. التيبل الميل ده يعني مثلا زي بس بالظبط كده الحاجه بتاعت البروجيكت بتاع البروجيكت ده اسمه الميل، بيبقى جواه ميلز زي برضه الكيبل بتاع الشاشه جواه ميلز. انا ما ينفعش ادخله في الانترفيس اللي في التلفزيون اللي فيه ميلز برضه وشكلين بالظبط، مش هيفرق، لازم يبقى فيه شكل شبهه بالظبط بس فيه خراب تدخل فيها الميلز دي تمام. فالحاجه الاكسبيرمنت بره دي بنسميها في ميل قصدي الميل، اما الحاجه اللي بتبقى ثابته في الكمبيوتر دي اسمها في ميل. مين بقى؟ بس ده اللي انت المفروض تعرفه عن اليو اس بي. الاي دي ده الشريط اللي بيبقى موجود جوه، موجود جوه اليوزر كده الباسورد بورد والهارد اللي مش بتشوفها، لو فتحت الكيسه من هنا ممكن تشوف الباسورد بورد تلاقي فيه حاجه عامله زي الشريط هي عريضة. موجودة عريضة في الحاجات القديمة. دلوقتي كده حاجة رفيعة. يعني ما بقاش الشريط العريض اللي كان بيبقى شريط كبير كده عامل زي كده. فاكرين ده؟ هو اللي قدامك ده بالظبط. قدام ده ايه؟ ده من جوه اصلا ما بقاش واحد. لا مش ده يعني. لما بتشيل كلنا بنفتح ده. سيبنا صح؟ انا بتكلم ان انت لما بتفتحي دي اللي هو مش باين فاهمه؟ لكن اللابتوب طبعا ما بيبقاش فيها اي حاجه باينه، لان اساس اللابتوب ما بيبقاش فيه اسلاك، هو كل حاجه ملحومه، ما بيبقاش فيه موضوع الاسلاك ده اساسي. هو انا عايز 15 بين او 15 بين، عايز احمل الشاشه او احمل الشاشه، يعني هو مش محتاج ان يبقى فيه سلك يوصل ما بين ده وده ما بين ده ما بين ده، الاثنين واصلين لنفس الكيبورد. بس الاسرع منه بقى في السرعه عشان ينقل الداتا هو السالب. ده شكل السالب. ايه تاني بقى؟ الاسمنت. الاسمنت ده المفروض اللي انت كنت عايز تتكلم فيه، ان انا لو انا عايزه ابقى عندي وقت التحكم احلام شبكه. دكتور ايه تاني؟ انا عايزه مثلا ابقى الادمنستريتور بتاع المكان ده، يعني واحد في المفروض مثلا المدير يقدر يبقى عارف ايه العمليه الحسابيه اللي تم على الجهاز الفلاني رقم، كل واحد من الناس الموظفين اللي قاعدين له رقم هو بالنسبه له شايف الجهاز بتاعه وشايف هو بيعمل ايه. فبيشتغل بس كان الجهاز واقع الجهاز بس في مكانه. كانه وصل بالظبط ممكن ياخد الداتا من عليه او يشيل الداتا من عليه زي البنوك برضه. البنك بيكون هو محلي بيبقى لازم يكون فيها الفيزيكال لاير ما بينهم واصله بعض. اول ما يبقى بنك بيتكلم بنك تاني يبقى ساعتها السلك ده اوصله برامبر يبقى انا كده مع البنك ده. بيبقى النتورك خاصه بيهم هم بس. يعني هم اللي بياخدوا ريكوردز معينه بيتكلموا عليها، هم اللي بيعملوا داتا عليها، لان ما ينفعش دي تقع زي شبكات النت عليها. يعني البنك ده لو الشبكه بتاعته وقعت دمار. وقعت هنا ما وقعتش في امريكا، حصل سنه حصل كده. الفرق ما بينهم بقى ان انت لو كنت فاكر ما بين ثلاث وعدد كان 5 كان 5 اي كان 6 كات 5 اللي هي من 10 ل 100 ميجا بير سكند. كات 5 اي توصل ل 1000 ميجا بير سكند. كات 6 السبيد بتاعتها عاليه توصل ل 10 جيجا بير سكند. بس كده خلصنا.